أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي، استكمالا لما بدأناه في الدروس السابقة حول بحث الاشتقاق وتطبيقاته، سوف نتعرف في درس اليوم إلى النشاط الرابع وكيفية تطبيق الاشتقاق في إيجاد بعض النهايات، بالإضافة إلى النشاط الخامس الاشتقاق من اليمين ومن اليسار، ثم نتعرف إلى النشاط السادس. تابعوني أرجو لكم الفائدة. النشاط الرابع نهايات ومشتقات. المبدأ: ليكن جي تابعا ما، وليكن اف تابعا يحقق عند كل اكس من مجال مفتوح يحوي اي واكس لا يساوي الاي. العلاقة: اف اكس تساوي جي اكس ناقص جي اي على اكس ناقص اي. ثم لنفترض اضافة لذلك ان التابع جي اشتقاقي عند اي، عندئذ يقبل اف نهاية عند اي، ويكون نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للاي تساوي جي فتحة الاي. تطبيق: ادرس نهاية التابع اف اكس يساوي كوساين اكس على اكس ناقص بيع 2 عند البيع 2. الحل: نحن امام حالة عدم تعيين من الشكل 0 على 0 بوضع جي اكس يساوي كوساين اكس، جي البيع 2 تساوي كوساين البيع 2 وتساوي الصفر، جي اشتقاقي على ار، جي فتحة اكس يساوي ناقص ساين اكس، ومنه جي فتحة البيع 2 تساوي ناقص ساين البيع 2 وتساوي ناقص 1. اذا جي اكس يساوي كوساين اكس، جي البيع 2 يساوي كوساين البيع 2 ويساوي الصفر. نلاحظ ان اف اكس يساوي جي اكس ناقص جي البيع 2 على اكس ناقص بيع 2. إذا نهاية كوساين الإكس ناقص الصفر على إكس ناقص بيع 2 عندما إكس تسعى للبيع 2 وتساوي جي فتحة البيع 2 وتساوي الناقص 1، ومنه نهاية أف إكس عندما إكس تسعى للبيع 2 تساوي الناقص 1. تطبيق: أدرس نهاية التابع أف إكس يساوي تانجنت إكس ناقص 1 على إكس ناقص بيع على 4 عند البيع على 4. الحل: نحن أمام حالة عدم تعيين من الشكل 0 على 0 بوضع جي اكس يساوي تانجنت اكس. نلاحظ أن جي البي على 4 تساوي تانجنت البي على 4 وتساوي الواحد. إذن جي اشتقاقي على ار فرق البي 2 زائد بي كي، حيث كي ينتمي إلى زد مجموعة الأعداد الصحيحة. جي فتحة x يساوي 1 زائد تانجنت مربع على x. إذا جي فتحة البي على 4 تساوي 1 زائد تانجنت مربع البي على 4 وتساوي 1 زائد 1 وتساوي 2. إذا جي x يساوي تانجنت x، جي البي على 4 يساوي تانجنت البي على 4 ويساوي الواحد. نلاحظ أن نهاية جي اكس ناقص جي البي على 4 على اكس ناقص بي على 4 عندما اكس تسعى للبي على 4 وتساوي نهاية تانجنت اكس ناقص 1 على اكس ناقص بي على 4 عندما اكس تسعى للبي على 4 وتساوي جي فتحة البي على 4 وتساوي 2، ومنه نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للبي على 4 تساوي 2. النشاط الخامس الاشتقاق من اليمين واليسار. المبدأ: عندما يكون التابع F مستمرا على مجال يحوي A ويقبل التابع JX يساوي FX ناقص FA على X ناقص A، نهاية L من اليمين عند A، نقول عندئذ أن التابع F اشتقاقي من اليمين عند A، ونسمي L العدد المشتق من اليمين للتابع F في A، ونرمز إليه بالرمز الفتحة A من اليمين. نعرف بأسلوب مماثل الاشتقاق من اليسار عند A، ونرمز إلى العدد المشتق من اليسار بالرمز أيضا الفتحة A بهذا الشكل.
في حال وجود الفتحة A من اليمين والفتحة A من اليسار، نقول أن الخط البياني CF للتابع F يقبل في النقطة A فاصلتها A وترتيبها FA نصف مماس من اليمين ونصف مماس من اليسار، ويكون الفتحة A ميل نصف المماس من اليمين، والفتحة A بهذا الشكل ميل نصف المماس من اليسار. ليكن F التابع المعرف على R وفق Fx يساوي x زائد 2 على مطلق x زائد 1. أولا أدرس قابلية اشتقاق F عند الصفر من اليمين، ثم أكتب معادلة لنصف المماس من اليمين لخطه البياني CF في النقطة A 0 2. ثانيا أدرس قابلية اشتقاق F عند الصفر من اليسار، ثم أكتب معادلة لنصف المماس من اليسار لخطه البياني CF في النقطة A 0 2. وثالثا أرسم نصفي المماسين السابقين وأرسم CF على المجال من الناقص 2 للزائد 2. حل الطلب الأول: في حالة X أكبر تماما من الصفر، لدينا Fx ناقص F الصفر على X ناقص صفر يساوي X زائد 2 على طبعا مطلق الX في هذه الحالة يساوي X، إذن X زائد 2 على X زائد 1 ناقص 2 على X، وتساوي X زائد 2 ناقص 2 X ناقص 2 على X بX زائد 1، وتساوي ناقص X على X بX زائد 1، ويساوي ناقص 1 على X زائد 1. إذن نهاية ناقص 1 على X زائد 1 عندما X تسعى للصفر بقيم أكبر وتساوي الناقص 1. والتابع F قابل للاشتقاق عند الصفر من اليمين، حيث F فتحة عند الصفر تساوي ناقص 1. معادلة نصف المماس من اليمين للخط البياني من الشكل Y تساوي F فتحة عند الصفر بX ناقص صفر زائد F الصفر، إذن Y تساوي ناقص X زائد 2. حل الطلب الثاني: في حالة X أصغر من الصفر، طبعا مطلق X يساوي ناقص X، لدينا Fx ناقص F الصفر على X ناقص صفر ويساوي X زائد 2 على ناقص X زائد 2، عفوا ناقص X زائد 1 ناقص 2 على X، ويساوي X زائد 2 زائد 2X ناقص 2 على X بناقص X زائد 1، وتساوي 3x على x بناقص x زائد 1، وتساوي 3 على ناقص x زائد 1. إذا نهاية 3 على ناقص x زائد 1 عندما x تسعى إلى الصفر بقيم أصغر تساوي 3. والتابع F قابل للاشتقاق عند الصفر من اليسار، حيث F فتحة عند الصفر هنا يساوي 3. معادلة نصف المماس من اليسار للخط البياني من الشكل Y تساوي F فتحة عند الصفر بX ناقص صفر زائد F الصفر، بالتعويض المناسب Y تساوي 3X زائد 2. حل الطلب الثالث: لرسم الخط البياني على المجال المغلق من ناقص 2 لزائد 2، لدينا الـ Fx هو Fx يساوي x زائد 2 على x زائد 1 عندما x أكبر أو تساوي الصفر، ويساوي x زائد 2 على ناقص x زائد 1 عندما x أصغر أو تساوي الصفر. في الحالة الأولى Fx تساوي x زائد 2 على x زائد 1، لدينا المشتق F فتحة x يساوي x زائد 1 مشتق البسط ناقص مشتق المقام 1 بالبسط x زائد 2 على مربع المقام. بالاختزال ناقص 1 على x زائد 1 للتربيع أصغر تماما من الصفر. في حالة fx تساوي x زائد 2 على ناقص x زائد 1،
لدينا الفتحة x يساوي ناقص x زائد 1 ناقص ناقص 1 ب x زائد 2 على ناقص x زائد 1 للتربيع. أيضا يساوي 3 على ناقص x زائد 1 للتربيع وهو أكبر تماما من الصفر. ومنه جدول التغيرات الآتي للتابع f على المجال ناقص 2 لزائد 2. الاكس من ناقص 2 لزائد 2 لفتحة عند الصفر غير قابل للاشتقاق لأن المشتق من اليمين لا يساوي المشتق من اليسار. وجدنا أنه هنا موجب أيضا لما عندما اكس أكبر من الصفر سالب. اف اكس اف ناقص 2 يساوي الصفر، اف الصفر يساوي 2، واف الاثنان يساوي 4 3، والتابع متزايد تماما ثم متناقص تماما. وهذا الرسم يوضح المجال ناقص 2 لزائد 2، النقطة 0 2 ونصف المماس الأول ونصف المماس الثاني. النشاط السادس تأطير أي حصر توابع مثلثاتية. أولا تمهيد لنتأمل تابعين F و J معرفين واشتقاقيين على المجال D يساوي من الصفر إلى الزائد لانهي. ولنفرض أن الـ F فتحة X أصغر أو تساوي J فتحة X، وذلك أيا كانت X من D. بدراسة التابع H المعرف على D وفق HX يساوي FX ناقص F الصفر ناقص JX ناقص J الصفر، أثبت أن Fx ناقص F الصفر أصغر أو تساوي Jx ناقص J الصفر. الحل: التابع H اشتقاقي على D وفق H فتحة X يساوي F فتحة X ناقص F فتحة عند الصفر ناقص J فتحة X ناقص J فتحة عند الصفر. وملاحظة أن F فتحة عند الصفر وJ فتحة عند الصفر يساوي الصفر. نجد أن H فتحة X يساوي F فتحة X ناقص J فتحة X وهي أصغر أو تساوي الصفر. أيضا بملاحظة أن H الصفر يساوي الصفر. ومنه جدول الاضطراد الآتي للتابع H: X من الصفر للزائد لا نهائي، H فتحة X سالب تماما، و H X H الصفر يساوي الصفر والتابع متناقص تماما. إذا من جدول الاضطراد نجد أن HX أصغر أو يساوي الصفر، وهذا يثبت أن FX ناقص F الصفر أصغر أو تساوي JX ناقص J الصفر. حصر تابعي الساين والكوساين. أولا أثبت أن ساين X أصغر أو تساوي X أيا كانت X أكبر أو تساوي الصفر. نعلم أن كوساين X أصغر أو تساوي الواحد. إذا افترضنا fx فتحة x يساوي كوساين x، j فتحة x يساوي الواحد، باختيار fx تساوي ساين x، وj x يساوي x، حيث f الصفر يساوي ساين الصفر ويساوي الصفر، أما j الصفر يساوي الصفر. بملاحظة التمهيد السابق fx ناقص f الصفر أصغر أو تساوي jx ناقص j الصفر، والتعويض نجد أن sin x أصغر أو تساوي x أيا كانت x أكبر أو تساوي الصفر. b أثبت أن cosine x أصغر أو تساوي الواحد أكبر أو تساوي واحد ناقص x مربع على 2 أيا كانت x تنتمي إلى R. وجدنا أن sin x أصغر أو تساوي x، إذن باعتبار f فتحة x تساوي sin x و j فتحة x تساوي x، إذن fx يساوي ناقص cosine x وبوضع jx تساوي x مربع 2، وبملاحظة f الصفر تساوي ناقص cosine الصفر وتساوي الواحد ناقص 1، j الصفر تساوي الصفر.
بالتعويض في التمهيد السابق، إذا نجد أن ناقص كوساين إكس زائد واحد أصغر أو تساوي إكس مربع على 2. إذا ناقص كوساين إكس زائد واحد أصغر أو تساوي إكس مربع على 2، ومنه الواحد ناقص إكس مربع على 2 تساوي كوساين إكس وهي أصغر أو تساوي الواحد. أيا كانت إكس أكبر أو تساوي الصفر، وكون طرفي المتراجحة زوجيا تتحقق المتراجحة إذن على كامل مجموعة الأعداد الحقيقية R. ثانيا، أثبت أن ساين الإكس أصغر أو تساوي إكس أكبر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6، وذلك أيا كانت إكس أكبر أو تساوي الصفر. وجدنا أن كوساين إكس أكبر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 وأصغر أو تساوي الواحد. إذا يمكننا أن نفترض أن الأف فتحة إكس تساوي 1 ناقص إكس مربع 2، جي فتحة إكس تساوي كوساين الإكس، بوضع أف إكس تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6، وجي إكس يساوي ساين الإكس. إذا أف الصفر يساوي الصفر، وأيضا جي الصفر يساوي الصفر. بتطبيق التمهيد السابق نعوض، إذا ساين إكس أكبر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6 وأصغر أو تساوي الإكس من الطلبات السابقة، وذلك أيا كانت إكس أكبر أو تساوي الصفر. ب، أثبت أن كوساين إكس أكبر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 أصغر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 زائد إكس قوة 4 على 24 أيا كانت إكس أكبر أو تساوي الصفر. وجدنا أن ساين إكس أصغر أو تساوي إكس وأكبر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6. إذن يمكننا وضع أف فتحة إكس تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6، وبوضع جي فتحة إكس هي ساين إكس، باختيار أف إكس تساوي إكس مربع 2 ناقص إكس قوة 4 على 24، وباختيار جي إكس تساوي ناقص كوساين إكس. لدينا أف الصفر يساوي الصفر، وجي الصفر ناقص كوساين الصفر وتساوي ناقص 1. بتطبيق التمهيد السابق أيضا نحصل على ناقص كوساين إكس زائد 1 أكبر أو تساوي إكس مربع 2 ناقص إكس قوة 4 على 24، وأصغر أو تساوي الإكس مربع على 2. أيا كانت x أكبر أو تساوي الصفر. إذن بضرب طرفي المتراجحة بالعدد السالب ناقص 1 تنقلب إشارة التراجح، بإضافة العدد 1 إلى طرفي التراجح نجد أن الكوساين x أكبر أو تساوي ناقص x مربع 2 زائد 1 أصغر أو تساوي 1 ناقص x مربع 2 زائد x قوة 4 على 24، وذلك أيا كانت إكس أكبر أو تساوي الصفر، وكون طرفي المتراجحة زوجيان تتحقق المتراجحة على R. أيضا أثبت أن ساين الإكس أكبر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6 وأصغر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6 زائد إكس قوة 5 على 120 أيا كانت إكس أكبر أو تساوي الصفر. وجدنا أن في الطلب السابق أن كوساين إكس أكبر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 أصغر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 زائد إكس قوة 4 على 24، أيضا باختيار أف فتحة إكس تساوي كوساين الإكس، جي فتحة إكس تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 زائد إكس قوة 4 على 24، بوضع الأف إكس تساوي ساين إكس، وجي إكس تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6 زائد إكس قوة 5 على 120، بملاحظة أف الصفر تساوي الصفر وجي الصفر يساوي الصفر. إذن بتطبيق التمهيد السابق نجد أن ساين الإكس أكبر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6 أصغر أو تساوي إكس ناقص إكس مكعب على 6 زائد إكس قوة 5 على 120، وذلك أيا كانت إكس أكبر أو تساوي. ثالثا، أحسب نهاية كوساين إكس ناقص 1 على إكس مربع عندما إكس تسعى إلى صفر. وجدنا أن كوساين إكس أكبر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 أصغر أو تساوي 1 ناقص إكس مربع 2 زائد إكس قوة 4 على 24،
بطرح واحد من طرفي المتراجحة، ثم تقسيم على العدد الموجب x مربع، نحصل على أن كوساين x ناقص 1 على x مربع أكبر أو تساوي ناقص نص، أصغر أو تساوي ناقص نص زائد x مربع على 24. إذا بملاحظة أن نهاية ناقص نص زائد x مربع على 24 عندما x تسعى للصفر تساوي ناقص نص. حسب مبرهنة الإحاطة نجد أن نهاية كوساين x ناقص 1 على x مربع عندما x تسعى للصفر تساوي الناقص نص. يمكن التدرب بحساب نهاية x ناقص ساين x على x مكعب عندما x تسعى إلى الصفر. أحبتي، تعرفنا في هذا الدرس إلى النشاط الرابع وكيفية توظيف الاشتقاق في إيجاد بعض النهايات، وفي النشاط الخامس تعرفنا إلى تطبيق الاشتقاق في إيجاد معادلة نصف المماس لمنحني التابع، وتعرفنا في النشاط السادس على بعض المهارات عند حصر تابعي الساين والكوساين. أتمنى لكم التوفيق وشكرا على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم.